حلقة جديدة من فولو أب وأخبار جديدة بتفاصيلها وتفاعلكم. رح نبدأ الحلقة بخبر لحملة ضغط على السوريين بتركيا والموقف العنصري تجاههم. من تركيا للعراق، شاب عراقي فجأة بيلاقي حاله تقريباً بمثابة السفير الأمريكي بالعراق. أكيد الخبر مو صح، بس خلوكم معنا لحتى تعرفوا القصة كاملة. بايدن: If you don't help me, I will jump. I will انتحر. I'm not joking with you. Okay, I am على السطح. حزب الله بيأمر أتباعه بالصبر، تابعوا معنا الصبر على أصوله عند نواب حزب الله. فيديو لطيف لإنقاذ قطة من الغرق تحول لمنصة جدل بين الأتراك تجاه السوريين. خلونا نبلش ونشوف شو تفاصيل هاي الأخبار. من فترة لفترة بيصير في موجة عنصرية تجاه السوريين بتركيا. تانجو أوزجان رئيس بلدية بولو غرب اسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري واللي انعرف بقطع المساعدات عن السوريين وتسلمه لمنصب رئاسة البلدية، بالتصريح حكى أوزجان أنه رح يرفع ضريبة فاتورة المي والنفايات الصلبة. الاستنكار من قبل ما يكون السوريين والأتراك الغير عنصريين كان من شخصيات معروفة بتركيا. مدير مخيم نزب جلال دمير كتب بوست على حسابه ورد على أوزجان وقال: والله إنني كمواطن تركي أخجل بهكذا قرارات عنصرية بعيدة عن أخلاقية الإنسانية، ولكن للأسف هناك من مات ضميره في هذا البلد. صرح رئيس بلدية بولو قرب اسطنبول التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض: لقد قررنا أن نزيد فواتير الماء للسوريين 10% وذلك دعما لتركهم البلد. مستشار رئاسة الجمهورية التركية ياسين أوكتاي كمان عبر عن رأيه تجاه دعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أغلو، واللي قال المعارض لوجود السوريين كمان، وقال إنه هذا مستحيل عمليا وسوف ينهار اقتصاد البلاد إذا رحل السوريين. في تفاعل من السوريين حول هالسجالات، تعليق من هجرس اللي قال: هاي للشباب اللي متأملين خير بالمعارضة التركية. المعارضة التركية رافعة شعار اليسار سوريا للوصول للحكم، ومشروعهم الوحيد هو طرد السوريين من البلاد، تضربوا من بين اليساريين. طلق آخر من رضا اللي كتب عن رفع الضرائب المذكورة ليس من صلاحياته، وهو قال أنه رح يقدم اقتراح بهذا الخصوص للمجلس البلدي. أما مؤيد فكان رأيه أنه كله مثل بعض، ليكوا قرارات منع السفر بين المحافظات وتحويل المحافظات لسجون مصغرة، بس يطلع الواحد منا بيلاقي حاله بدون أدنى حقوق، وحملة ترحيل السوريين اللي باسطنبول اللي قادة وزير الداخلية كلهم مثل بعضهم، موضوع السوريين ما بإيدهم، من كبيرهم لصغيرهم مجرد حكي إعلامي فارغ، وأي تصرف جائر بحق السوريين ما ممكن يستمر من الضغط الدولي كونهم عم يشحدوا عليهم. تعليق من عبد الكريم بيقول: بس أوصل لأوروبا رح أخذ نسخة عن قرار الحجي بيدعمني بملف اللجوء. مشاهدينا برأيكم النهاية لوين بده يوصل وضع السوريين بتركيا؟ شاب عراقي صار بمثابة سفير العراق لأمريكا، كيف وشلون وشو تفاصيل هاي القصة؟ القصة باختصار أنه في شاب عراقي اسمه علي عنده صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وبيصور فيديوهات كوميدية بيحاكي فيها الواقع المعيشي الصعب بالعراق. قبل فترة نشر فيديو على الفيسبوك بعنوان Fire in Hospital Help Me and Help the Iraqi People، وبيوجه بهالفيديو رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن شخصياً وباللغة الإنجليزية المخلوطة بشوية عراقي، وهدد بايدن خلال الفيديو أنه إذا ما أخذوا على أمريكا بده ينتحر من على السطح، وقال له If you don't help me, I will انتحر. خلونا نشوف كيف حكى معه. بايدن: If you don't help me, I will jump. I will انتحر. I'm not joking with you. Okay, I am على السطح. I am على السطح. This is under street. يعني جوايا street. If you don't help me, I will die. كفيلك العباس, I will jump. Don't joking. I am serious. This is fire. This is fire. You know. You listen. Biden, fire in hospital. The weather in Iraq is hot. Not swimming. Not كل شيء, not كل شيء, not think. Biden, look for me. If you don't help me, I will jump on the street.
العفوية والكوميديا بصوت وأداء علي ساعدت فيديوهاته على الانتشار بشكل واسع. هذا الانتشار وصل لأمريكا ودفع بالخارجية الأمريكية وعبر حسابها الرسمي على تويتر أن ترد على علي بفيديو مصور ظهر فيه القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية هود. خلونا نتابع الرد مع بعض. السلام عليكم حبيبي علاوي، لا تغمز من السطاح. Please, we in America love you. في أمريكا نحبك. لا تغمز. I am not Joe Biden. أنا جو هود. أنا مسؤول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية في واشنطن. الحياة ثمينة. ممكن نجعلها أفضل سوية على العراقيين والأمريكان. نحن نساعدكم لقتال داعش وإعادة بناء العراق. العراق يحتاجك. لا تحسن. انتخب. صوتك مهم من أجل العراق. لا أستطيع أن أدعوك لأمريكا الآن بسبب كورونا، لكن كل آمل أن أتقي بك عندما أزور العراق ونأكل باتشا سوية. حبيبي علاوي، we love you. عيد مبارك. كل عام وأنتم بخير. أما عن التعليقات اللي إجت على فيديو الخارجية الأمريكية فهي كثيرة ومختلفة. ريهام كتبت لا تغمز من السطح، عم تطلب من علي إنه ما ينتحر. أما إلهام فخاضت أكثر بالموضوع وكتبت نحن ببساطة نعيش في دولة ما زالت في القرون الوسطى حيث لا كهرباء ولا مال، رغم أن بلادنا تطفو على بحيرة من النفط وأموال النفط تذهب إلى رواتب المسؤولين الخيالية والسرقات، فأين الإنصاف والعدل؟ تعليق آخر موجه لمساعد وزير الخارجية الأمريكي اللي قال أنه رح يجي على العراق، فكان التعليق أتحداك تجي للعراق وتعيش أسبوع. أما صادق الصيادي كتب هو لو عنده فلوس ما طلب هجرة. وهيك علي صار من مشاهير العراق وصارت العين عليه وصار يخاف على حاله أنه يطلع مثل أي شخص عادي بعد ما صار بمثابة سفير شعبي للعراق، وصار يوعد العراقيين أنه رح يضل يوصل صوتهم دائما لأمريكا. النائب بمجلس النواب اللبناني نوار الساحلي هو نائب عن كتلة حزب الله. صحيح هذا الحزب مشهور بتجارة الكبتاجون، بس دائماً بيتخبى وراء إصبعه وبينشر دعاية الالتزام الديني ونشر التعاليم الدينية والدعوية، وكمان كل فترة وفترة بيظهر حدا من الحزب وبيدعي اللبنانيين للصبر ثم الصبر. بنرجع لنوار الساحلي اللي كان من كم يوم عم يحتفل بحفل عرس لبنته، وعلى ما يبدو ومن خلال الفيديوهات والصور اللي انتشرت للعرس انه كان عرس رفيع المستوى، حتى في بعض المنتقدين قالوا انه صار باوتيل فاخر وكلف حوالي 350,000 دولار. بالوقت نفسه اللي لبنان غرقان بالفقر والجوع والقلة واقتصاد ميت، لا محروقات ولا كهرباء ولا استيراد، بلد عاجز تماما. وسط هذا كله السيد نوار عمل حفل ولا كأنه بيعرف شو عم بيصير بلبنان. خلونا نشوف مقتطفات من الحفل اللي بيظهر فعلا انه بمكان فاره ومكلف. هذا الفيديو أغضب اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي والنائب صار ترند من الطراز الرفيع. خلونا نروح نشوف تعليقات بعض اللبنانيين على العرس. مريم كتبت تعليق وقالت صبر وبصيرة، صبر انتحر وبصيرة عملت رقاصة. أما محمد فعم يقول هيهات منا الذل استحت وعم تبكي بالزاوية. تعليق من علي بيقول بيقولوا لك اصبر على الجوع وهنن قاعدين بالقصور، هدول منو المقاومة، هؤلاء هم تجار المقاومة. أما حسين فعم يقول الغنم عم يرعى على محطات البنزين وإعاشات ما عندهم وإنترنت، يشوفوا التبذير بهذا الوقت اللي فيه الناس عم تموت من الجوع، الله كبير وسيأتي اليوم للظالم. طبعا مشاهدينا فيكم تتخيلوا موقف النائب بعد هاي العينة الكتير قليلة من التعليقات، موقفه صعب وصار فضيحة بلبنان، بس ما ضل ساكت وغرد على تويتر حول الموضوع وكتب حضرت حفل زواج ابنتي الذي أقامه صهري بالأمس ولم أقدر أنه سيسبب أذية لجمهورنا العزيز، لذا فأنا أعتذر من أهلي وأحبتي عما حصل، ولقد تسببت أيضا بإساءة غير مقصودة للحزب الذي أحب وأنتمي إليه، لذلك فأنا أعلق جميع أنشطتي الحزبية بانتظار أن تتخذ القيادة القرار وأنا سألتزم به مهما كان.
يبدو أنه صار نائب سابق. أنتم مشاهدين اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بالموضوع؟ هل الموضوع حرية شخصية أو فعلا النائب أجرم بحق الشعب اللبناني اللي عم يصارع أبشع الظروف كل يوم؟ فيديو لطيف انتشر على تويتر بتركيا لشاب يقال أنه سوري حاول ينقذ قطة عم توقع من الجسر للبحر. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. التعليقات من الأتراك كانت على الشكل التالي. تعليق من بهري بيقول أعتقد أنه هذا الشيء ما بيختلف عن تصريح بأنه سوري لما بيصير شيء سيء. ليش يتوجب على السوري أنه يعيش ببلد ودائما يثبت أنه هو شخص جيد ومفيد للمجتمع؟ أما جرهان فكتب للشاب وقال شكرا لك الصديق السوري الذي أنقذ القط، أتمنى أن تتاح لكم جميعا فرصة العودة إلى وطنكم بأسرع وقت ممكن وسنكون جميعا سعداء. أما ماريا فعلقت الله يحميه يا رب، بس ما بيصير يعرض حياته للخطر مشان قطة، قلب أمه أهم من القطة. تعليق من محمد بيقول هلأ الأتراك بيقولوا السوريين ما تركوا لنا مجال لحتى نعمل عمل إنساني، الله يوفقهم لا تقولوا سوري. يعني بخبرنا الأول شفنا كيف في بعض الأحزاب المعارضة للأتراك بيكون خطابة تجاه السوريين بشكله، وهلأ فيديو لطيف عمل جدل بين الأتراك. أنت كسوري شو بتحب توجه رسالة لصديقك التركي؟ هيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. استنونا بحلقة جديدة بكرة، ولا تنسوا تتابعونا على أوريانت أوريانت بلس. ونشوفكم بكرة.